الله مشكور وما قصرت. احنا بالضبط اللي اليوم تطبق علينا مقولة باب النجار مخلع. احنا الناس اللي قاعدين ننصح ولا عارفين نطبق الشيء على نفسنا. ترى شيء يضحك ان انا اي حق فلان واقول له سو واحد اثنين ثلاثة وحالتي حالة ومشتطه، احس بينه وبين نفسه قاعد علينا بنظرة اللي علم نفسك اول بعدين تعال علمني صج. بس ماذا لو كان ما يدري اني انا قاعد انصحه بشيء انا ماني عارف اطبقه؟ يمكن يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. يمكن لاني انا فاقد الشيء هذا في حياتي، فاقد ان احد ينصحني النصيحة هذه، عشان كذي قاعد انصحك اياها. ابي احسسك بالاحساس اللي انا اتمنى احسه. ابي احسسك ان في احد قاعد يحن ويزن على راسك حق مصلحتك، قاعد ينصحك ويقول لك علشان نفسك. ابي احسسك هالاحساس هذا لان انا ضعت، وانا كل ما جربت شيء بروحي بدون نصيحة ادعم الطوفة تعبت. واتمنى لو يكون في ذاك الشخص اللي يكون مجرب على الاقل وينصحني. شيء وايد مضحك ان احنا قاعدين نقول حق الناس عن اشياء وبيننا وبين نفسنا بالسر قاعد نسويها، ويا ويلنا من سواد ليلنا اذا طاحوا علينا. بيعاد هني عايك ويوقف قدامك ويقول لك مو انت اللي قلت لي لا تسوي ولا تسوي، علامك الحين. ترى صج، بس للاسف انتم يمكن ما تفهمون بعض الاحيان الاحساس المخفي ورا القلب، الابتسامه المصطنعه اللي وراها دمعه. نصحتكم وايد انكم تتكلمون، نصحتكم وايد ان اللي يختفي عنكم بيعوه طقوه بالطوف. نصحتكم وايد ان الانسان اللي يبيع العشرة خلي يبيع العشرة وعادي ما فيها شيء. انت نصحت رفيجك بان لما يدق 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 وما يحصل رد على التليفون، يا اخي عادي الدنيا ما توقف على شخص. نصحنا وايد ربعنا واهلنا والناس القراب منا لما شفناهم مكسورين من غياب ناس ما نبيهم يذوقون ذاك الشعور، شعور انهم مشتاقين، شعور ان في وحشة بالموضوع، شعور انهم صج بخاطرهم يردون يعيشون ذيك اللحظات. حاولنا ان احنا نعوضهم، ولكن بيننا وبين نفسنا احنا مو عارفين نطبق هذا الشيء على نفسنا. كم واحد فيكم من اللي قاعد يسمعوني الحين راح ونصح رفيجة وراحت ونصحت انسانة غالية عليها انها تبيع، واللي يغيب من حياتها دفعة مردي والهوى شرقي كيفه ولا همني، وهي بينها وبين نفسها تدري ان فلان لو غاب تكسرت كل ميادي فيه. اي نعم، وباعتراف وبكل فخر انا ذاك الانسان اللي نصحت الناس بانهم ما يهتمون للغياب، وانا اكثر من يكسرني غيابك. انا نفس الانسان اللي اقول لهم كونوا اقوياء امام الضعف، ابتعدوا عن الانسان اللي ممكن يجرحكم، وانا اشتاق لك وانا ما اعرف ابتعد عنك. انا نفس الانسان اللي يتحلى بالقوة والصبر والابتسامة بكل عنجهية وغرور قدامك، بس ارجع بيني وبين نفسي اكتشف اني انا مشتاق، اني انا صج تعبان، اني انا لو مهما تشذبت بهذا الشعور ومهما نصحت رفيجي ومهما نصحت فلان ومهما علمت هذا وذاك، انا لا ازال نفسي قاعد اقول لهم كلهم يطبقون هذه النصيحة وانا ماني عارف حتى اطبقها على جزء من يومي. اي نعم، انا هذاك الانسان نفسي اللي قاعد اتعب كل يوم بسبب غيابك، قاعد اشتاق لك، قاعد اشتاق حق ضحكتك، قاعد اشتاق حق القعدة معك، قاعد اشتاق حق اصغر تفاصيلك. لا يو الناس يسألوني اقول يا عمي بيع واللي نساك انساه، اقول يا عمي خلي يروح، يا عمي عادي بتشوف من الدنيا وايد، ما في بهالبلد الا هالولد، و و و تستمر الاسطوانة. ولكن لو تعصرني شوية وتوقف وتقول لي لحظة يا اللي قاعد تنصحني، انت قاعد تطبق الشيء هذا على نفسك؟ راح تحطني قدام الامر الواقع، راح تحطني امام مرآة نفسي لما اوقف وادري اني انا قاعد اقول لك بيع وانا ماني قادر ابيع، قاعد اقول لك تغنى باللي نساك انساه وانا قاعد اغني والله واحشني موت. تعبنا، قاعدين ننصحكم نصايح صد جزء منها من وراء تجربة، ولكن يمكن احنا ما نبيكم تشوفون اللي احنا قاعد نشوفه. يمكن احنا ناس صج ما نبيكم تذوقون هذا الاحساس، عشان كذي قاعد ينصحكم. يقول لك اللي يدينا بالنار مو نفس اللي يدينا بالماء، يسأل مجرب ولا تسأل طبيب. امثال وحكم وايد تنطبق على نفس المبدأ. ناس انصحونا وما عرفوا يطبقون النصيحة. لكل شخص نصحني في يوم من الايام اني ما انكسر من وراء الغياب وانكسر، اقول له شكرا، لانك لا تزال صامد عند موقفك. وبينك وبين نفسك انت مو صامد، انت تعبان، انت مشتاق، انت ودك ترجع لذيك الايام. اي نعم، اليوم امام الملأ، واليوم راح تعترف بان انت الانسان، انت النجار اللي بابه مخلع، انت اللي ايدك بالنار، انت ذاك الانسان نفسه
اللي تقول لهم لا تضعفون أمام الذكريات وانت تتصفح المسجات بالليل، انت تقول لهم لا تتابعون لا تروحون وراهم، وانت تشيك على كل صغيرة وكبيرة تخص هذا الإنسان، انت تتجنب سوالفهم وتتجنب لا تيب طارية، وبينك وبين نفسك انت تتذكر حتى كل سالفة دارت بينك وبينه. انت القوي أمامهم وانت الضعيف أمام نفسك، انت الجبار وبكل غرور تبتسم، وبينك وبين نفسك تمسح دموعك وتقول للأسف ما عرفت أنصح نفسي. وحشتني